رجل يقول: دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فجلست، فنصحني أحد الجالسين بألا أجلس حتى يتم المؤذن أذانه، فما السند في قوله؟ إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار في الوقوف حتى ينتهي الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء، ولم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف، كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعا، فله أن يحكي ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع، لأن الآية وردت في جواز ذكر الله على كل حال. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن إذا دخل المسجد وسمع الأذان يظل واقفا ويردد ما يقوله المؤذن، ثم يصلي تحية المسجد، فيكون قد حاز فضيلتين قبل الجلوس. أما إذا جلس أثناء الأذان فقد فاتته فضيلة تحية المسجد، والله أعلم.